أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. جاء في الهيئة ميليشيات الحشد تواصل انتهاكاتها بحق أبناء المدن المنكوبة. وجاء في صحيفة البصائر جرائم العنف الأسري في العراق تتفاقم دون رادع أو قانون. ونقرأ في المدى مجلس لينا ويتهم رئيس البرلمان بالضغط لقبول مرشحه لمنصب المحافظة. ونطالع في الزمان مباحثات حول مناورات بحرية عراقية مع الحرس الثوري الإيراني. وجاء في الخليج الإماراتية تصعيد سوري روسي يمهد لاقتحام إدلب السورية. ونقرأ في العربي الجديد السودان الغموض يكتنف التفاوض والمعارضة تدعو إلى مليونية بالخرطوم. وجاء في الحياة واشنطن تلوح بعمل عسكري في فنزويلا بعد إحباط انقلاب غوايدو. أهلا بكم. اتفق العالم على كون الأول من آيار عيدا عالميا للعمال تحتفل به الطبقة العاملة في جميع أنحاء العالم، وفي العراق كان عيد العمال مميزا، حيث كانت الاحتفالات تبدأ بمسيرة عمالية كبرى ينظمها الاتحاد العام لنقابات العمال، وتستمر الاحتفالات حتى المساء. وكانت هناك نقابة تحافظ على حقوقهم ومكتسباتهم وتوحد مطالبهم واحتياجاتهم وتقدمها للحكومات. سامي الزبيدي يتساءل في صحيفة الزمان كيف أصبح حال عمالنا اليوم وحال عيدهم بعد الاحتلال وبعد سيطرة الأحزاب الطائفية على السلطة في العراق. لقد دمرت هذه الأحزاب كل شيء في العراق، وكان التدمير ممنهجا شمل كل نواحي الحياة ولكل القطاعات، وفي مقدمتها التربوية والعلمية والصحية والصناعية والزراعية والخدمية. وأهم ما دمره الفاشلون والفاسدون بنية المجتمع العراقي وتماسكه، ودمروا روحه الوطنية، وأججوا الحرب الطائفية بين مكوناته المتآخية، وأشاعوا الفساد والسرقات، ونهبوا أموال الشعب وثروات الوطن، وأشاعوا الفوضى والخراب والدمار في كل مؤسساته وفي كل مدنه، وأطلقوا يد ميليشياتهم المسلحة لتقتل وتعتقل وتخطف وتغتال وتسرق وتعبث بأمن وحياة المواطنين. كما أشاعوا الفقر والجوع والأمراض والبطالة، وأدخلوا المخدرات ليدمروا شباب هذه الأمة وقادة المستقبل حتى لا يكون هناك مستقبل لهذا الوطن. ودمروا الزراعة حتى أصبح العراق يستورد حتى الخضروات من دول الجوار. كما دمروا الصناعة وأغلقوا كل المصانع والمعامل، ليبقى العراق يستورد أبسط حاجياته الصناعية إلى أكبرها، وليصبح سوقاً للسلع والبضائع الرديئة لدول الجوار، ليعزز اقتصاد دول الجوار ويدمر اقتصاد البلد. الكاتب يتساءل أيضاً كيف يحتفل عمال العراق بعد هذا الخراب والدمار، ولماذا يحتفلون؟ هل يحتفلون بغلق معاملهم ومصانعهم، أم يحتفلون بتسريحهم من أعمالهم وببطالتهم؟ ثم هل بقي عمال في العراق حتى يحتفلوا؟ وهل بقيت معامل ومصانع تشتغل؟ أسئلة تجيبنا عليها حكومتنا وأحزابها التي تدمر ولا تبني وتسرق ولا تعطي وتخرب ولا تعمر وتفسد ولا تصلح. كشفت صحيفة العرب الجديد عن تصاعد الشكاوى، شكاوى السكان المدن العراقية المستعادة من انتهاكات يتعرضون لها على يد ميليشيات مسلحة من أبناء تلك المناطق نفسها. وتشير الصحيفة أن هذه الانتهاكات تتعدى الضرب والإهانة واقتحام المنازل ليلا بلا مذكرات اعتقال، وصولا إلى استغلال عناصر الميليشيات لمواقعهم في تصفية حسابات مع عشائر أخرى. الصحيفة أشارت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت مؤخراً مقطع فيديو لشخص تعرض للتعذيب من قبل ضابط بالحشد العشائري
في مدينة الصقلاوية بمحافظة الأنبار. وبحسب الفيديو فإن الشخص المصاب تعرض لأضرار صحية كبيرة، من بينها توقف إحدى كليتيه، فضلاً عن حروق وكدمات في مناطق متفرقة من جسمه. وتقول الصحيفة إن هذه الحادثة فتحت الباب أمام الحديث عن جملة من الانتهاكات التي يرتكبها قيادات وعناصر ينتسبون لما يعرف بالحشد العشائري، وذلك للتفريق بينها وبين الفصائل المسلحة الأخرى التي لا تنتمي إلى هذه المناطق. ووفقاً لمسؤول في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فإن الشكاوى التي ترد من المواطنين لا تنحصر على فصائل مسلحة عرفت خلال الفترة الماضية بمخالفاتها أو أخطاء فردية لعناصرها، بل تتعدى ذلك إلى أفراد من قوات العشائر من تلك المناطق. وبحسب المسؤول ذاته فإن ما لا يقل عن 30 انتهاكاً ومخالفة قانونية ارتكبها مقاتلو العشائر في الأنبار وصلاح الدين والموصل، من بينها اعتقال بدون سند قضائي، وضرب وإهانة لمواطنين، ومداهمة منازل، وابتزاز آخرين من الفلاحين ورجال الأعمال، أو محاولة أخذ مال منهم لتمرير مصالح لهم، مستغلين نفوذهم في تلك المناطق. وتشير الصحيفة إلى أن انتهاكات الحشود العشائرية لا تقتصر إطلاقاً على محافظة الأنبار فقط، تشهد محافظة نينوى هي الأخرى إرباكاً أمنياً بسبب انتشار هذه التشكيلات التي تستمد قوتها من ارتباطها بميليشيات الحشد الشعبي. ويتعرض مسلحو العشائر في نينوى كونهم جزءاً من الحشد الشعبي إلى اتهامات بالمساهمة في عمليات تهريب مثلاً واستيلاء على أراضٍ مملوكة للدولة. قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن بغداد تضعف كلما زادت حدة الخصومة بين الولايات المتحدة وإيران. واعتبرت المجلة في تقرير لها أن ذلك أصبح ثابتا لدى السياسة العراقية بعد العام 2003، فيما حذرت من أن العراق قد يكون ساحة صراع سياسية وجسدية عندما تتصاعد التوترات بين واشنطن وطهران. المجلة أوصت بالحفاظ على العراق كأرض محايدة بعيدة عن الخلاف الأمريكي الإيراني، ودولة تكون عاملة موازنة بين الطرفين. وقالت إن العراق كان محطة تعاون مميزة بين الولايات المتحدة وإيران خلال فترة الحرب ضد داعش، حيث لم يمتلك الطرفان غرفة عمليات مشتركة، مما جعل العراق المنسق الرئيس لعمل الطرفين في الحرب. وأضافت المجلة أن دفع صقور الولايات المتحدة مثل جون بولتون الذي دعا إلى ضرب المصالح الإيرانية في العراق، ويقابله تصريحات مسؤول إيراني أكد خلالها أن ضرب الولايات المتحدة حيث يؤلمها سيكون في العراق، سيؤدي في النهاية إلى خسارة العراق كمركز توازن واستقرار في المنطقة. وتابعت المجلة بالتأكيد على أن العراق لم يعد مركز استقرار بين المنافسين طهران وواشنطن، خصوصاً مع عودة العلاقات العراقية مع الدول العربية ومنها السعودية إلى وضع مستقر. كما أوصت المجلة الاتحاد الأوروبي بمعاملة العراق كشريك مميز وإرسال وفود رفيعة الشأن إلى البلاد للتأكيد على حياديته في الصراع، ومن أدوات ذلك وضع خارطة طريق تضمن للعراق الحصول على الطاقة الكهربائية عبر تقليل الاعتماد على الموارد الإيرانية، خصوصاً مع تنامي الضغط الأمريكي على بغداد للتخلي عن العلاقات مع إيران. واختتمت المجلة الأمريكية تقريرها بالقول إن محاولة إيران توجيه ضربة لمصالح الولايات المتحدة في العراق من شأنها أن تؤدي إلى انتقام مباشر، لكن هناك خيارات أقل خطورة متاحة لطهران، إذ يمكن لها أن تشجع البرلمانيين العراقيين المتحالفين معها لتشريع قانون يحد من مساحة الجيش الأمريكي في العراق أو ربما يخرجه. ذكر صحيفة ناشيونال انترست الأمريكية أن المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تبدو حتمية وأنها ستنتهي بمأساة نتيجة التصعيد المستمر من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب. وفي مقال الكاتب محمد أيوب،
أوضح أنه بعد أن كان التفاؤل سيد الموقف بعد الاتفاق النووي بين إيران والدول العظمى، انعكس المسار الرئيسي بانتخاب ترامب للرئاسة الأمريكية، والذي أعلن الانسحاب من الاتفاقية النووية فعليا بشهر آيار من عام 2018. يشير الكاتب إلى أن إعلان واشنطن أنها ستفرض عقوبات على الدول التي تشتري النفط من إيران ما لم تتوقف عن ذلك كان يهدف إلى قطع شريان الحياة الاقتصادي لإجبارها على قبول المطالب الأمريكية، والتي تشمل موافقة طهران على توقيع نسخة معدلة من الاتفاقية النووية بالتخلي عن حقها في تخصيب اليورانيوم وإغلاق جميع المنشآت النووية. كذلك طالبت إدارة ترامب إيران بتقليص برنامجها الصاروخي الباليستي إن لم يكن القضاء عليه تماماً. وتوقع مسؤولو الإدارة أن تغير إيران جذرياً سياستها في الشرق الأوسط بالكف عن دعم الإرهاب، وأن تتماشى مع التفضيلات الأمريكية في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالعراق وسوريا ولبنان واليمن. وتوقع الكاتب حرباً كبيرة في الشرق الأوسط بسبب عدم قدرة إيران على تصدير النفط الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الإيراني، ومن ثم فمن المرجح أن ترد إيران بالانسحاب من الاتفاق النووي واستئناف التخصيب النووي الشامل. كما توقع أن يؤدي انسحاب إيران من خطة العمل المشتركة الإيرانية واستئناف أنشطة التخصيب النووي إلى هجمات أمريكية على المنشآت النووية الإيرانية أو ضربات جوية وصاروخية إسرائيلية على هذه الأهداف، على أمل أن يؤدي ذلك إلى جر الولايات المتحدة لحرب مع إيران. الكاتب يقول أنه بغض النظر عمن يقوم بمبادرة مهاجمة المنشآت الإيرانية سواء كانت إسرائيلية أو الولايات المتحدة، فإن مثل هذا الهجوم في حال تنفيذه لابد أن يدعو إلى الانتقام الإيراني من أهداف أمريكية، إما مباشرة أو عن طريق وكلاء في العراق وسوريا وأفغانستان ومناطق أخرى، وقد يتحول الخليج إلى ساحة حرب كاملة. أصبح اعتيادياً أن يصمت مسؤولون الروس إذا انتقد محاورهم إيران ودورها في سوريا، أو إذا هاجمها معارضون للنظام السوري. عبد الوهاب بدر خان يقول في صحيفة الحياة أن هذا الواقع قد يتناقض مع التصريحات الأخيرة للرئيس الروسي بوتين، الذي أكد التنسيق مع النظام في شأن عملية عسكرية ما في إدلب، لكن يصعب القول أن النظام وإيران يتشاطران ويشاطران أيضا في نفس الوقت. فلاديمير بوتين إيحاءه بأن الشراكة الثلاثية هي على ما يرام. تتعارض الوقائع على الأرض في سوريا مع المناخ العام الذي أرادت تصريحات بوتين إشاعته. هناك تنافس وصراعات بين موسكو وطهران على تقاسم النفوذ في القطاعات العسكرية والأمنية وعلى مناطق السيطرة وعلى القرارات الحكومية. كان الروس شكلوا الفيلق الخامس الذي أصبح قوتهم الضاربة براً، وشرعوا أخيراً في تشكيل الفيلق السادس، كما ضاعفوا تدخلهم في تعيينات الضباط وتسريحهم، محاولين إعادة هيكلة الجيش والأمن وفقاً لمعايير غير طائفية. وعلى صعيد آخر، دلت اشتباكات ومناوشات في بعض مناطق حلب وحمص وحماة إلى صراع على خريطة النفوذ بين القوات الموالية لروسيا وتلك الموالية لإيران والنظام. أما بالنسبة إلى القرارات الحكومية، فتمثل الموافقة السريعة من الأسد على تأجيل ميناء طرطوس لروسيا لمدة 49 سنة إحدى وقائعها الأخيرة، وقد جاءت بعد موافقته أيضا على الترخيص لإيران بتشغيل مرفأ اللاذقية. إلا أن اجتماعات اللجان المكلفة بتنفيذ التعاقد مع الإيرانيين شهدت أخيرا فرملة فتش عن روسيا، التي تتولى هنا عرقلة وجود إيراني على المتوسط لا تريده أي من الدول الإقليمية، بالإضافة طبعا إلى الولايات المتحدة. الكاتب يشير إلى أن بعض أوساط النظام لا يزالون يعتقدون أن الأسد حقق نجاحات في اللعب على الحبلين الروسي والإيراني، إذ جعل الطرفين حريصين مثلا على بقاء النظام وعلى إدراج الحفاظ عليه في أهدافهما الاستراتيجية، وفي المرحلة الأخيرة ضاعف رهانه على إسرائيل، أو أن إسرائيل أوحت له بأنها متمسكة به
بدليل أنها استجابت طلبا من بوتين فأفرجت كبادرة حسن نية عن أسيرين سوريين. مهما فعلت الأنظمة العربية لم يعد من الممكن كبت إرادة جيل الباحث عن واقع يختلف تماما عن الماضي. لم يعد هناك شيء مضمون في الوضع العربي، فالمواطن قد يصحو ذات صباح على وطن قد تبخر وعلى حقوق تؤخذ منه لأنه طالب بإيقاف سوء معاملة. شفيق ناظم الغبرة يرى في صحيفة القدس العربية أن الهدف البعيد للحراك العربي بكل أبعاده هو أن يكون الشعب والمواطن مصدر السلطات، فبلا حقوق واضحة وحريات ثابتة لن تحدث هناك نهضة، ولن يتحرر اقتصاد، ولن ينمو إنتاج. يتضح من الحراك الجزائري والسوداني أنه متواصل مع حراك عام 2011. حراك المثقفين وحراك المجتمع المدني والشبابي في الجزائر والسودان ينبئ بأن الطريقة السياسية التقليدية التي يقولها النظام العربي فشلت في ترتيب الوضع الجديد كما تطور منذ العام 2011. إذ تأتي لنا الحركات الجديدة بخطابات مختلفة عن الرواية الرسمية التي تنطلق من ضرورات الأمن والقساوة لضمان الاستقرار. الكثير من الأنظمة السلطوية تستمر في سيطرتها انطلاقا من شرعية سلبية، فوفق الخطاب الرسمي للنظام العربي النظام ضمانة عدم الفوضى وهو حامل قيم المانع لسيطرة الراديكاليين والمتطرفين. هذا الخطاب يعكس شرعية تقوم على الخوف من البديل والخوف كوسيلة للاستقرار، لكن هذا لا يبني دولا مستقرة على المدى المتوسط والبعيد. فهذه المعادلة السلبية لم تعد تتحملها الأوضاع، فالكبت والضغط والقمع والقوة ضمانات للفوضى عند أول انعطافة. إن الحد الأدنى من المعرفة بالطبيعة الإنسانية تؤكد أن الحالة السودانية الجزائرية التي تناضل في الساحات العامة حالة طبيعية. الجديد هذه المرة أن السودان والجزائر على دراية بضرورة تفادي النموذج المصري الذي يؤدي لسيطرة الجيش على مقدرات السياسة والاقتصاد والحياة بعد ثورة. وبحسب الكاتب فإن الوضع في الجزائر كما وفي السودان يتطلب حوارا حقيقيا وصادقا مع الجيش والدولة العميقة، ويجب أن يقع هذا الحوار دون قيام الإصلاحيين بالتخلي عن أدوات الحراك الشعبي وزخمه والضغوط التي يحدثها على المؤسسات السيادية. يرجى من مشاهدي قناة رافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر سهيل سات وفق التردد الجديد 1730 أفقي، إضافة إلى التردد الحالي على القمر نايل سات 1230 أفقي. بعيداً كل البعد عن السياسة، كشفت دراسة يابانية حديثة أن الإكثار من تناول الأرز يمكن أن يمنع السمنة بخلاف المعتقد الشائع. وأوضحت الدراسة أنه تبين أن معدلات السمنة كانت منخفضة في المناطق التي تتبع حمية غذائية على غرار الأسلوب الياباني أو الآسيوي بشكل يعتمد على الأرز، بخلاف الدول التي يقل فيها استهلاك الأرز مثلاً. وأشارت الدراسة التي شملت 136 دولة إلى أن مجرد زيادة متواضعة في تناول الأرز بمقدار 50 جراما للشخص في اليوم الواحد يمكن أن تحد من السمنة في العالم بنسبة تصل إلى 1%. وقالت البروفيسور توموكو إيامي التي قادت فريق البحث، قالت إن الباحثين لاحظوا تراجعا ملحوظا في معدل السمنة لدى الدول التي تعتمد على تناول الأرز بشكل رئيسي،
وأضافة أن الحمية الغذائية اليابانية أو الآسيوية المعتمدة على الأرز تساعد في منع السمنة. وأوضحت أن الأرز نبات قليل الدسم وأن الألياف والمواد الغذائية والمركبات النباتية في الحبوب الكاملة تساعد في إكساب الشخص شعوراً بالشبع، ومن ثم تجعله يحد من الإفراط في تناول الطعام. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.